المساحه العموميه منطقه مدينه مؤسستنا مؤسسه بن عياش سي محمد بن عياش، وهو اول شهير في هذه المنطقه منطقه مسعد بولايه الجذب. نرحب بضيوفنا الكرام، تحيه يا اطفال. نرحب مره ثانيه بالمعهد الوطني للصحه العموميه، نشكرهم شكرا جزيلا على ما يقدموه وعلى ما يبذلوه من جهد من جهودات جباره لتحسيس من هذه الامراض. شكرا جزيلا. مدينة مسعد راهو الجيد، راهو معنا أول ممرض، ورانا فرحانين كي راهو معنا. هذه حملة تحسيسية ضد العقرب، عارف يا أطفال؟ هكذا أطفال ضد العقرب. راح نعطيكم معلومات على العقرب، راح نعطي لكم بعض الحلويات باش نحاربوا هذا العقرب. هكذا صح، العقرب هذا حيوان سام ويقتل الإنسان. هكذا الحالة الثانية، العقرب يعيش في المدينة. وعلاش يعيش في المدينة؟ لأنه يحب القاذورات والقمامات. كيكون القمامات زبل القمامات والقاذورات، هو يعيش في هذا الوسط. هذه الحالة الثانية. أنتم يا أطفال كي تاكلوا مثلا الحلويات، وتاكلوا مثلا الياورت، وترموا العلب في الشارع، واش يدير العقرب؟ العقرب يجي يختبئ في هذه القمامات، وبعد يبدا يقرص في الاطفال، يبدا يقرص في الكبار. فهمتوا؟ اذا لازم نحافظوا على نظافه المحيط، خاصه الاطفال اللي يمشوا بالحفاظ ما يديروش الاحذيه، العقرب يقرصهم. هكذا صح. ارينا في أنا عطيت لكم، شكرا شكرا سيدي، أنا عطيت لكم هذه شفتوها مليح؟ عقلة صح، كيف شفتوها يا أخي؟ واش فيها هذه الصورة؟ الصورة اللي راهي في الأسفل، شوفوا الصورة اللي في الأسفل صح، باش نقضوا على العقرب، واش نديروا؟ باش نقضوا على العقرب لازم نربوا الحيوانات الأليفة أصدقائنا مثل القنفذ والقط والدجاج، لأن هذه الحيوانات تأكل العقرب. ها تقول نربوهم في المنزل، لازم المنزل تاعنا يكون نظيف، ما نربوش القمامات أمام المنزل، لازم يكون النظافة. هكذا صح، ما لازمش نديروا المبيدات لي بوكس، ما عندهاش جو. ولازم كي نجمعوا العقرب، الكبار كي يجمعوا العقرب، كي نشوفوا كي نجمعوا العقرب لازم نلبسوا هذه الاحذيه الطويله اللي بوربور ونديروا قفازات. كي بلغنا العقرب واش نديروا؟ اول شيء ما لازمش نتقلقوا ولا نجروا، ثاني شيء ما لازمش نمصوا. هكا نقولوا لامهاتنا وجداتنا في المنزل وجداتنا، نقولوا ما لازمش نمصوا، لازم نديروا حين ما نديروش هذا الحزام هذا يعني. ها؟ وما لازمش نجرحوا مكان القرصه ونقولوا راح نقصوا السم، خطا ما نديروهاش. وما نديروش الغاز، ما نديروش الحجره السوداء. واش لازم نديرو كي قرصنا عقرب؟ لازم نتجهوا لاقرب مركز صحي باش نديرو الدواء ضد العقرب. هاولي هذا الدواء حنا رانا نخدموه في محل باستير، نخدموا هذا الدواء اللي راكم تشوفوا فيه. وهذا الدواء باذن الله راح ينقذ الاشخاص، ينقذ الاطفال، بصح الا راحوا يعني يسرعوا للمركز الصحي، وخاصة نظافة المحيط. ما تطلبوش كي تاكلوا هنا في المطعم وما تطلبوا معكم ياوه، ما تطلبوش في الشارع، لازم تكون المحيط نظيف. هكذا كي قلنا العلم نور، كنتوا تغنوا اغنية العلم نور والجهل ضلال صح. وهذا احنا خدمناه بالعلم. شوف كي تقراوا مليح وتولوا اطباء مهندسين علماء، تقولوا انتم ديروا الدواء ضد العقرب، هاولي باش نحموا به الناس. هكذا شعارنا اليوم لا للعقرب. عقلنا